أمريكا. إجهار. القلب الكبير. ولد جوني وعاش حياته في ضواحي الهرم وسط الفقراء والمطحونين، وعلشان كده بيحبهم وبيحس بيهم. ابتدت انجازاته في جميع المجالات في سن صغير، في الرياضة العنيف منها والرقيق كمان، وحصل على عدة بطولات محلية وعالمية مما جعله شخصية مشهورة ومحبوبة من قبل الجمهور الامريكي، وده اللي ساعده على دخوله عالم السينما. لم يكتفي جوني بانجازاته الفنية والرياضية، بل كانت له مواقف سياسية غيرت مجرى التاريخ في العالم. واخذ جوني يتنقل من نجاح الى نجاح، حتى قرر ان يعود الى مسقط رأسه المزاريطة وسط اهله وناسه. اهل المزاريطة طيبين، اهلي، ما انا مزروط زيكم. انا بجد في الفترة البسيطة اللي عشتها معاكم دي اكتشفت ان احنا عندنا طاقة بشرية جامدة جدي، وان احنا عندنا رياضيين، فنانين، مفكرين، منافسين، مهندسين. لكن للأسف المواهب دي مدفونة ومحتاجة اللي يطلعها، واحنا هدفنا، ان احنا نطلع المواهب دي وننميها وننافس بيها العالم كله. يا جماعة انتوا لايك المحارة، عارفين المحارة؟ بتبقى في قاع البحر متعاصى في الطين، والسمك اللي رايح واللي جاي بيعمل حاجات عليها، حتى الترسة بتعمل عليها حاجات، بس جواها في لؤلؤة. جواكم كلكم لؤلؤات. انت يا حاجة تحت القمطة دي في لؤلؤة، وانت تحت العمة دي في لؤلؤة. انا مهمتي هطلع اللؤلؤات دي كلها منكم. مفيش لؤلؤة فيكم مش هتطلع، trust me. احنا عايزين نبدأ مع بعض عهد مزاريطي جديد. Ladies and gentlemen, let's party. It's showtime! بالطريقه دي اضمن لك 40% من اهل المزاريطه يبقوا في بيتك، وانا كمان اقدر اضمن لك اكتر من 500 صوت لنساء المزاريطيه، وانا بضمنش هاتوا حادي. اهبل جيب زي بقيه المزاريطيين. الباقي في جيبي يا بسكويتي. انا مش قلت لك انك داخل حرب خسرانه خسرانه؟ خلي بالك دي راوند 1 بس، لما الشاشه تبقى سودة وتنزل عليها كلمه جيم اوفر تبقى تتكلم.
الحق يا جوني بيه الحق. جوني بيه ايه يا راجل يا ناقص انت؟ وانا واقف قدامك ايه؟ شفاف ترانسبيرنت يا لا مؤاخذة يا كبير بيه كويس كبير بيه يا خف الواد عبادي واقف فوق سطوح الدوار وبيهدد بالانتحار. انا مش محرج 100 مرة محدش يطلع فوق سطوح الدوار ارضيته مهورة ما يستحملش. جوني دي فرصتك بي ذا هيرو لو رحت انقذت الراجل ده هتضمن كل اهل المزاريطة في جيبك. ليتس جو عفك يا عم جبتني يا ولد هرزة شارب انا زي ما جرى اوان نزل واحصل ما نزلت شارب انا اشناس يا ولد بتعمل ايه عندي كده انت انزل ارضي سطوح مهورة بقول لك ما نزلش احنا ما نزلش يا الهب بوز الكرانيش يا حسبي الله ونعم الوكيل طلعت ثلاثة ماني نازل انزل يا ادلي انفخك او ماي جاد انا عندي فوبيا مرتفعات اصلا روح ايدك يا عبادة ما تحاولش يا سي جوني انا هفوت انا هفوت اوكي اوكي اسمع يا بط كده فوت لا 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 اسمع بس اسمع على فكره اسمها نوت مش فوت ده خطا في السبيلنج انا هنط انا هنط طب اسمعني ايه اللي هيخليك تعمل خطوه مجنونه زي دي العيشه بجيب دانك يا سي جوني العيال عاوزه دروس وعايزه فلوس وعاوزه مدارس والمره المره ما مبطلهاش طلبات لحد امي امي قاعده معانا ومش عاوزه تفارق وكاتمه على نفسنا والبيت ضيق طب اعمل ايه انا يعني ده انا مانيش لاقي حتى رغيف العيش الحاف اكله خلاص يا عبادة خلاص انا كده انا هرمي نفسي يا اخي بس على فكره موضوع رغيف العيش ده معاك حق فيه ايوه من ساعه ما جيت البلد يجيبوا لي حاجات غريبه ويقولوا لي ده عيش بس على فكره مشكلتي الغذاء دي مشكله عالميه ما بقتش مشكله بلدكم بس انت عارف ان في امريكا اكبر نسبه سمنه في العالم ايه الفاست فود يا معلم الفاست فود احدث التقارير الطبيه بتقول ان الفاست فود خطير موت على البشره الدهنيه انت بشرتك دهنيه يا عبده ايه مش مهم مش مهم انت عارف انا اخر مره كنت بتمرن فيها عند ارنولد في الجيم بتاعه في امريكا قال لي جوني فوكك من الفاست فود ده مدرج جدي هيقول ارنوندو مشاوئ ارنوندي يكونش بتاع الجهنمي والمدمر انا معرفش هو عمل افلام في الخليج ولا لا بس هو عمل ترمينيتور حب على قدك يا سيدي بس يا ابن المجنون حب على قدك يا سيدي شغلني شغلني عند سعادة الجيم يا عم اوعى هتوقعنا ولا هنروح امريكا ولا هنشتغل عنده بالراحة كده وهو اديك ليه وهيشغلك هناك بس تعالى معايا واحدة واحدة يلا يلا استنى ما تتجننش مش عايز افورها ثانية واحدة تعالى يلا يا ابوي على المرار الطافح العمودية راحت ودي الفرطوس دي بقي بطل الابطال قدام اهل البلد وانا بقيت الجر اكده الناس هتروح تصوت له صوت عليه بدري انا لازم اتصرف تتصرف كيف يا كبير الانتخابات بكره خلاص ما نجيش ليها صرفه لا ايه We'll be right back.
تنين على باب المطبخ وواحد على باب الزريبه وانت اشرف عمر يا كبير عاوزك تقعد تحرس هنا لو عينك غفلت يا اشرف امسكك السلك يا عريان لا مسك مسك يا كبير خلاص انا اطلع انام لساعتين لو اي حاجه حصلت بلغوني صحوني بوه فين الوقت فزاع فزاع مع البت الخواجايه يا كبير ملازمها كيف ما امرت هتفضل تبص لي كده كتير؟ لازما امال ايه؟ يعني انت فاضي مش وراك حاجه تعملها؟ لا طيب ممكن تفك لي الحبل شويه ايدي هتتقطع ايدي هتتقطع يرضيك ايدي تتقطع؟ لا ما هيرضينيش يا ست شلي لكن انا عبد المأمور ما كنتش فاكرك كده يا فيزو مين فيزو ده؟ انت فيزو بدلعك مش عايزني ادلعك؟ فيزو يا بلا ما اخده يا ست شلي ليه ما فيش طيب انا ايدي وجعاني بجد كل ده وما صعبتش عليك فكني بقى انا يا الجوز ولا عاش ولا كان اللي يربطك يا ست شلي شفت ايدي سلام عليها ميرسي ان انت فكتني بس ممكن تجيب لي ميه عشان عطشانه عطشانه من عليا الجوز تفضل يا ست شلي ايه ده بص العصفوره فين وانتوا صوتكم هتفضحوني يا اغبيه ما انت اللي لبست ده تكنيك انا قاصد ايه الزفت اللي انت لابسين يا عم الزفت على دماغك ده ايه هدرس ده اوعى توماس يا انت هتفضل هنا وتفضل مدور مدور مش قصدي مقلوز قصدي مدور البيتش باجي اوكي وانا هاخد هدرس معايا نقتحم القلعه لانه عارف كل مداخلها ومخارجها مداخلها بس لا اهبل اهبل برخصه ليه ما مداخلها هي مخارجها هي متخلف يلا يا جماعه استعدنا عشاء بالله نظبط ساعتنا ساعه الصفر 3 AM لعبة أفلام لا تراجع ولا استسلام فيلم قديم لحظة عمر 48 ساعة في إسرائيل أبي طب عايزه ليه؟ ما هي الساعة ظبطها من أساس إيه يا جماعة ده؟ إحنا بنلعب وأختي بتموت جوه يا جوني خلاص أشلي بتموت خلاص توماس أشلي يا حبيبتي يا أشلي يا ترى نايمة ولا صاحية؟ توماس عايشة ولا ميتة؟ أوف لاين ولا أون لاين؟ أشلي يا حبيبتي أشلي أشلي يا جماعة في عقبة كبيرة قوي ما كناش مفكرين فيها إيه هنعمل إيه في السور الهيوج ده لا أنا جات لي فكرة دي برضو مهما كان أختي عايز أروح نصطاد سمك ونحلق لها يا متخلف لا يا جوني أنت مش فاهم تعال كده ده بقى بتاع المهمات الخاصة يتعامل كده اجرب انا اجرب ايوه احنا في مولد هنا اقعد هنا مش ناقصه متخلفين وهبل دو جوني استعدنا عشاء بالله هنطاكيه Don't panic, don't panic هنعرف نعملها Trust me, we can do it أنا خايف أنا خايف ما تخافش Trust me يعني ثق فيا
بجد هنعرف نعملها. بص يا سيدوني، روح انت وسيبني. ما اقدرش يا هدرس، ما اقدرش. الطريق اللي ابتديناه سوا هننهيه سوا. بص في عينيا، بص في عينيا. 1 2 3. الحمد لله. اوه ماي جاد، هدرس ام بليدنج. يبقى لازم نطهر الجرح. لا لا لا، ده قدري. انا هستنى هنا، كمل لوحدك انت المشوار. وبليز ابقى احكي للناس حكايتي. لا، الطريق اللي بديناه سوا لازم ننهوه سوا. بص لي في عيني، بص لي في عيني. ايه، انا لسه قايل لك الكلام ده فوق دلوقتي. انت قلود قوي، مش ممكن. دي جافو. استناني هنا وانا هطلع فوق. لو حسيت باي خطر يا هدرس اعمل لي صوت انثى لامه في موسم التزاوج. اوكي انسرني بقى. انت بتعمل ايه هنا؟ ست اشلي، وانا كان كوربتي. تعال وديك لست توماس. أشلي ما ماتتش. قبضت عليه. قبضت عليه انت عبيط تكمل. أشلي are you okay؟ I'm okay. اوكي انا هكلم جوني. توماس، حتى انت كمان طلعت ابل. او ماي جاد. الو. او ماي جاد. او ماي جاد. ايه اللي حصل؟ في صوت رزع وضرب. انا مش مطمن كده. جوني بيموت. جوني بيموت. جوني. خطوة عزيزة يا عمدة. يا كبير صدقني بجد انا كنت جاي عشان اخد فرشة سناني والكوتن بادز عشان وداني. اسكت ساكت. ده انت وجعتك مربربة يا ود ابوي. اوعى تتهور، اوعى تتهور. انت مش عارف انا ممكن اعمل ايه. هتعمل. وانت لساتك هتعمل. ما انت عملت يا سنيور. وانت تهدمت علي في داري. والله وقعت ولا حد سمع عليك. ها، تحب نبتدي منين يا بسكويتي؟ Are you crazy؟ انت هتذبحني؟ هذبحك. ده انا هذبحك وانفخك واصلخك حي وقطعك قطيع واحبك في سكاير سمنت وسخه. ارمي السلاح اللي في ايدك يا كبير. اي حركه هنضرب في المليان. مفيش داعي للمقاومه. مليان ايه وفاضي ايه اللي هتضرب فيه يا حظابط؟ انا كنت بعلم ود ابوي العمده الجديد اصول المرجله والعموديه.
ما يصحش برضك يعني يبقى العمدة كيف شاكيري. كذاب، ما صدقوش حضرة الضابط، حتى سأل جوني. أيوة، دول كانوا خطفيني أثر هنا. صحيح الكلام ده مستر جوني؟ يا أخويا الكبير عمره ما يكذب أبداً. ده كان فيلم كنا عاملينه أنا وهو على توماس وأشلي عشان يعيشوا جو الأكشن. أفهم من كده بقى إن مفيش مشاكل وإن أنتم متفقين؟ طبعاً متفقين. ولا إيه يا كوكي؟ اكده يا جوني. اكده يا حضرة العمدة.